رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وحياكم الله في نصايح جديدة. الجوع مشكلة في نهار رمضان، حيث نشعر جميعنا بالجوع أثناء فترة الصيام في هذا الشهر، لذا يمكن أن نعزز طاولة الإفطار والسحور في رمضان بعدد من الأطعمة اللي تساعدنا على الشعور بالشبع لعدد أكبر من الساعات، وهي فرصة أيضاً للاعتماد على طعام يخلينا نشبع بدون لا نكثر منه. فمن أكثر الأطعمة مشاهدينا اللي شعرنا بالشبع وتملأ المعدة هي البيض، اللي يعتبر من أهم مصادر البروتين، كما أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، مما يجعله وسيلة متميزة تساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه من الزيادة، ومن الممكن جدا تناوله في وجبة السحور للحصول على وجبة غنية ذات سعرات حرارية أقل. كما يشعرنا الأفوكادو بالشبع لمدة طويلة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الصحية والمفيدة، ويحتوي الأفوكادو على عدد من المغذيات تصل إلى 25% منها فيتامينات، اللي هو ألف باء جيم وكاف، بالإضافة لمعادن النحاس، مغنيسيوم، بوتاسيوم والبروتين والألياف، ومجموعة من المواد الكيميائية اللي تحمي الجسم من عدة من الأمراض والمشكلات الصحية. ومن أكثر الأطعمة اللي نعتمد عليها كثيرا في رمضان واللي تشعرنا بالشبع هي المكسرات، فهي تعطينا شعور بالامتلاء وتقضي على الجوع لمدة طويلة، ولكن نظرا لعدد السعرات الحرارية العالية اللي فيها يجب أن نتناولها باعتدال. أيضا يعتبر الشوفان من الأمثلة الممتازة واللي تمدنا بالشعور بالشبع لفترة طويلة، نظرا لاحتياجه لفترة طويلة للهضم داخل المعدة، وجميع البقوليات بدون استثناء تعتبر مثال ممتاز يعزز من هرمون الجريلين أو هرمون الشبع وتخليه فترة أطول داخل الجسم. وبنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصحة الجسد والروح نقولكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا. رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي.